كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. غمزة فتح المولدي. تونس بلاد استثنائية، دور السند والهند ما تفهمهاش وين ماشية وفناثنية، عندها الفقر والبطالة أما شيخة بالديمقراطية، شعبها شيخ بالناموس لكن في السياسة عنده أروع قاموس. حلو الكتاب. نبدأ بالليزي بالدرجة يزيزي ستوب باستا، وبالعربية صندوق عجب يترشح له كل من هب ودب، قوية فنيا ولوجستيا لكن قلبها حنين، ومع التجاوزات نقول لها يا أخي انت وين. نمر الهيكا بالدرجة قباضة، بالعربية وقت الصمت تتكلم وتولي غنية، كل تجاوز بدقيقة ولا بدورو تخلصوا بقيمة الأورو. أين مشي وسيدي لتعريف الحزب الحاكم؟ بالدارجة أنا الكل أنا هنا، بالعربية خاطيني إخي أنا قداش عندي 10 وزراء كيفاش تحبوني نحكم، معناها أخطى راسي واضرب. الانتخابات بالدارجة الناس الكل تمشي للصندوق، بالعربية افرز الغلة الغلة وسب الملة، ناس فرحانة وتحكي على الغلة وناس حزانة وخلت صندوقها في الخزانة. أي المناظرات حاجة جديدة العرب ما يعرفوهاش، بالدارجة امتحان متاع صغيرات، بالعربية كي يخرج من الصندوق يولي من الكبارات، وش يا ذبانة ما فما في الكرسي كان أنا خلطنا له الكرسي. بالدارجة يسميهم مسمار وإذا لصق يصدق، وبالعربية اسمه حصانة جارية ودوسية جامدة. ما نجموش نكملوا القاموس السياسي من غير ما نحكيه عن الرئيس قيس سعيد. بالدارجة نجمو نحكيه بالدارجة، ممنوع بطبيعة حال مع سي قيس سعيد، الدارجة ما تدورش. بالعربية الشعب يريد وإلى الأمام، وإن شاء الله معاه تونس تقدم القدام، وإن شاء الله البنديري هذا يصدق في قادم الأيام. الحر من غمزة، غمزة فتح المولدي.